في ناس يا استاذ محمد اتجهت في الفتره اللي فاتت للعملات الرقميه او البيتكوين. رايك ايه انت مبدئيا في ان حد يستثمر في العملات المشفره او في البيتكوين؟ لا دول كلهم في السجن دلوقتي اصلا ما في، والله بتكلم جد، مجرمه بحكم القانون كلهم. يعني حضرتك بصي على التقرير الشهري اللي بتصدره وزاره الداخليه قطاع الامن الاقتصادي، وشوفي كميه العصابات اللي بيتم بس القبض عليها. مش في بنوك مركزيه كتير صرحت وقالت لك انه لا موضوع تاني. البيتكوين ده مستقبل لا مش البيتكوين، العملات الرقميه هي العملات المستقبل. الرقميه بشكل عام، ان بالظبط هي دي طبعا هي المستقبل المستقبل التعامل طبعا. المادي. ما هي البيتكوين ابرز طبعا العملات لا الرقميه. دي مشفرة غير رسمية ولا يوجد أي رقابة عليها، دي مجرمة. ايه اكتر عملة رقمية دي بقى اللي مش مجرمة بقى، يعني ليجل قانونية 100% اللي ممكن يتم تداولها في البنوك في الفترة الجاية ونبقى بنشوفها بقى موجودة عادي كطريقة تعامل مادي في البنوك؟ لا بصي لو انت تقصدي طريقة استثمار، لا مفيش بنك مركزي ينفع يسمح بكده أصلا. يعني أمريكا بتتكلم عنها، بتعمل دراسات، الفدرالي الامريكي بيتكلم هو عايزين نطلع الدولار الرقمي. الصين اطلقت بالفعل تجارب فعليه لليوان الرقمي. في اكتر من 30 بنك مركزي بيعمل دراسات، منهم المركز المصري، انه ايه العملات الرقميه دي، ايه القصه دي، ايه البلوك تشين ده. لكن الواحد منها، الواحد يعني واحد يوان رقمي يساوي واحد يوان عادي اللي ماسكينه في ايدينا ده. لكن انت بتتكلمي فيه ده استثمار ومضاربه، دي قصه تانيه. مفيش اي بنك مركزي هيسمح بيها، وكل البنوك المركزيه بتجرمها. بس لكن بيحصل تداولات طبعا تريليونات. ما ده اللي بيحصل فعلا ده على ارض الحال الواقع، الواقع، ان الناس ده اكبر بتروح. تهديد للدولار النهارده بقى. لو حضرتك بتتكلمي بقى ايه بقى اكبر تهديد، مش الروبل الروسي ولا اليوان الصيني ولا الين الياباني ولا الروبيه الهنديه ولا اي دوله، ولا دول البريكس والناس اللي بتقول بقى تجمع دول اللي هيسقط الدولار الامريكي. كل الكلام ده كلام فارغ. التهديد الحقيقي للدولار الامريكي هي العملات الرقميه المشفره، غير لان الناس التهديد كتيره بدات طبعا تتجه ليها. تريليونات. الناس بقت شايفه ان هذا الاستثمار هو الحاجه الوحيده اللي تقدر تحميها من التضخم، مش الذهب، مش العقارات. طب وهل ده حقيقي؟ لا مش حقيقي طبعا. يعني في من ناس شهور، اوريدي من كتير ثلاث خسرت شهور فلوس كتير طبعا جدا خسرت. بسبب استثمارها في في ناس العملات اتنصب عليها. الرقميه. لسه في كوريا الجنوبيه ماسكين على حد وشقيق، اخين بيتاجروا، ونصبوا على ناس بحوالي 5 مليون دولار تقريبا، بما يعادل 5 مليون دولار امريكي. لسه برضو في قضيه ده في البيتكوين ولا عملات؟ بيتكوين. في البيتكوين. طب هو يعني البيتكوين ده هو مين اللي بيديره؟ او يعني محدش عارف. اصلا لا طبعا محدش عارف اي حاجه. هي دي الخطوره، ان فيها غسيل اموال، فيها تمويل ارهاب، فيها تجاره بشر، فيها انشطه يعني واحد يخجل ان هو يقولها، مجرمه طبعا، مجرمه كلها، غير اخلاقيه، وفي معاملات غير قانونيه، وسلاح ومخدرات، وكل اللي عايز يداري اي مصايب عنده، واي فلوس عايز يغسلها، واي اي مصادر غير شرعيه. لا الموضوع طب هل ممكن يجي علينا وقت وتبقى العملات المشفره او العملات الرقميه ليجل ومسموح بيها في البنوك؟ رغم كل اللي انا بقوله ده، ورغم ده كل هيحصل مساوئها، انا شايف ان ده هو ده اللي احنا رايحين له، ده حتمي. خلال كام سنه مثلا يا اظن استاذ خلال 10 محمد سنين على ممكن الاقل. نشوف ده 10 سنين بيحصل؟ هتفرض نفسها بسبب انه في اقبال جماهيري، في طبعا طلب عالي جدا. طبعا الطلب هو اللي بيخلق الشرعيه، مش البنوك المركزيه، مش الحكومه، مش الدستور. الطلب، الناس، الشارع، الناس عايزه ايه؟ الناس شايفه ان دي انا عايزها، وانا عايز استثمر فيها. بس دلوقتي في تراجع كبير جدا فيه، يعني بيقول لك البيتكوين خسر 70% مظبوط. هي كانت من من فوق قيمته. 65,000 دولار، النهارده بحوالي 19,000 دولار. اللي اشترى عند 65 اكيد خسر، بس اللي اشترى عند 1 دولار كسب كام؟ طبعا 200,000%. في استثمار في الدنيا هيكسبك 200,000%؟ طب اللي اشترى عند 5 دولار سنة 2013، اللي اشترى عند 10 دولار وبيبيع دلوقتي عند 20,000 دولار. فالطلب، طلب الناس، الناس هي القوة، الناس هي اللي بتخلق شرعية للتجارة دي. لكن هل نوصي بيها؟ لا طبعا. لا مجرمه قانون، ما ينفعش. دي ولا أول. حد، ولا فيش حد يتحمل مسؤوليه، لا فرد ولا مؤسسه ولا بنك، ولا بنك عادي ولا بنك مركزي يقدر يتحمل مسؤوليه ان هو ينصح حد انه يحط فلوسه فيها. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التاليه. الفا، قنوات الاسره العربيه.